اجريت بملعب مدينه الملك فهد الرياضيه بالطائف، وعرفت فوز المنتخب السعودي بحصه كبيره. هذه محاوله وهدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هدف عن طريق الخطا، وليد الحيام، وليد الحيام يسجل هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي. 3-0 للمنتخب الوطني المغربي، وفرحة كبيرة للجماهير والجالية المغربية الحاضرة لمساندة المنتخب الوطني المغربي. كانت تمريرة طويلة، وليد الحيام أراد إعادة الكرة، وبالتالي يضع الكره